وكذلك للسادة المستمعين. ان شاء الله اليوم غادي نتكلموا على فاكهه تتكل في اغلب الاحيان هنا في المغرب، معسله فيها 64% من الماء، 7 السكر، نسبه قليله من البروتينات، وفقط 0.3% من الدهنيات. كلامنا اليوم على السفرجل. السفرجل انا عزيز عليا استاذ بعدا غير باش نتفاهموا، عزيز عليا انا بحال كل مغربه معسل فوق التاجين اولا بوحديته، كاين كثير ما نديروا به، وغادي نعطي افكار في الاخر للساده المستمعين، لكن بغينا نتعرفوا على هذه الفاكهه عن قرب، ياك حنا متفقين هي فاكهه. دابا واش فاكهه ولا خضره؟ ما عرفتش، قول لنا استاذ. مشكل ياك. يعني ربما ان الاغلبيه ديال الناس يتناولها على شكل خضره، ياك تيتناولها طايبه ما تيتناولوهاش خضره. يعني ما هي عباره عن فاكهه، يعني السفرجل، وكنت شرتي له واحد هذا الاسم ديالها بانه كان جا من سفارجل. يعني انها تيرمو تتلعب دور مهم جدا بالنسبه للوقايه، وخصوصا بالنسبه للتطهير ديال الجسم، مجموعه ديال المكونات الغذائيه. وهاد السفرجل يعني تدخل عنده واحد الخاصيه اللي تتميزه على الاغذيه الاخرى، وخصوصا بالنسبه للجسم ديالنا، وخصوصا بالنسبه للجهاز الهضمي ديالنا، لان تنعرفوا انه هو بخلاف الفواكه الاخرى، هي الا كان اسهال تنحبسوها تنتناكلوها، ما تنتناولوهاش خضره، تنتناولوها طايبه. بخلاف السفرجل هو الفاكهه الوحيده اللي تبقى اننا يمكننا نتناولو خضر واخا عندنا مشكل ديال 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 الاسهال، واخا يعني شويه مر اولا، يعني هو تيجي حامض بزاف. حامض ومر شي شويه. هو تيفكرنا شي شويه بالشبه، تيكون انا شخصيا ما تيعجبنيش، طيب تيعجبني خضر بصح، ما فطايب ما تنقدرش عليه، ما عرفتش علاش، ولكن خضر تيعجبني، لان تنفضل انا الفواكه اللي تيكون المذاق ديالها حامض اكثر من تيكون المذاق ديالها حلو. فالسفرجل هو خصو يتخاد، ولكن المشكل ملي تنضيفوا له هذيك السكريات مش تيكون معسل، هنا تيوقع مشكل وتيقع خلل. علاش؟ لان السفرجل هو يحتوي على مواد غذائيه اللي تتهبط نسبه السكر في الدم، واللي تتقاد نسبه السكر في الدم، وتولي مؤشر السكريات في السفرجل تولي هابط، ما تيبقاش طالع. فالتناول ديال السفرجل هو باش يقاد لنا نسبه السكر، ملي تنزيدوا فيه حنا السكريات تيوقع خلل داخل الجسم ديال الانسان، لان اوليو باش يولي السفرجل غيقادنا نسبه السكر في الدم، تيولي السفرجل غيطلع لنا نسبه السكر في الدم نتيجه هذيك السكريات اللي درنا معاه. فهنا السؤال المطروح، يعني ما خصناش ناكلوا السفرجل بالسكر؟ الا كنا ضروري من الافضل، ما كاينش ضروري، لان اضافه السكر للسفرجل يفسده خاصيته داخل جسم الانسان، وتوقع خلل في افراز الانسولين، لان الانسولين تتولي خصها تفرز بكميات كبيره، لان كاين هناك كميات كبيره من السكريات اللي جات عن طريق تناول ماشي السفرجل، ولكن هذيك السكريات اللي درنا مع السفرجل. وبعض الاحيان كاين الناس ربما تقول لك ان السفرجل خلق لي مشكل ولا انتفاخ ولا عطاني على مستوى البطن، هو راه ماشي السفرجل، ولكن هذاك المشكل ديال السكريات اللي درنا مع السفرجل هو اللي عطى هذه المساله هذه، لان السفرجل هو تيدخل في العمليه ديال 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 التطهير ديال الجهاز الهضمي، ديال تنقيه الجهاز الهضمي. وربما الناس كذلك ما تيتناولوش حتى عصير، وهذه مساله اللي غريبه، لان خاصو يدخل في الاستهلاك ديال، يعني نبقاو نتناولوه كعصير، لان التناول ديال السفرجل كعصير ربما الناس اللي ما تيقدروش يتناولوه خضر غيقدروا يتناولوه خضر سو فورم ديال عصير. استاذ نبيل العياشي جوستومون وانت تتكلم على عصير ديال السفرجل، وانا تنوجدوا لهاد الحلقه ديال كلوت معا، قريت بان شرب العصير ديال السفرجل تيقوي القلب، تيقبض من الاسهال والنزيف، صحيح؟ نعم صحيح، وهنا كاين دراسات الان حتى بالنسبه للعلاقه ديال السفرجل والجهاز التنفسي، وكذلك علاقه ديال السفرجل وبالنسبه للمشكل ديال الحلق. الناس اللي تيكون عندهم تعاني مثلا ضربوا البرد في الحلق ديالو ولا غوت وتولي مبحبح، فيمكن له ان يتناول هذاك السفرجل، لانه تيلعب دور مهم جدا بالنسبه لهذيك المناطق. بالاضافه لهذا فقلت بان السفرجل يعني تيلعب التنقيه على مستوى الجهاز الهضمي، والتنقيه كذلك على مستوى الكبد، وبالتالي فالتناول ديال السفرجل هنا من جات هذيك سفرجل، الا دخلنا بان سفرجل تعطي تصفيه ديال الجسم وتوقع واحد الصفاء بالنسبه للوجه ديال الانسان، لانه يخلص الجسم من السموم وتطردها. وتنعرفوا بان الكبد هي من بين الاعضاء اللي تتلعب دور التنقيه في الجسم، من بعد الرئتين، من بعد الكلي، فالكبد كذلك تلعب دور كبير جدا فيما يخص هذه التنقيه، وبالتالي فالتناول ديال السفرجل تساعد الكبد باش يقوم بهذا الدور هذا. من بعد كاين بطبيعه الحال التناول ديال السفرجل كيف ما قلنا
سواء بالنسبه للصغار او لا بالنسبه للكبار، بالاضافه للالياف الغذائيه اللي فيه، فالناس اللي تعانيو من ارتفاع ديال نسبه الكوليسترول في الجسم ديالهم او لا من المشكل ديال الدهنيات، فخاصهم يتناولوا الصفرجل، ومن الافضل يكون خضر ما يكونش طيب، لانه هو الالياف الغذائيه اللي فيه ولا حتى الشكل ديالو ربما ولا حتى ربما حتى المذاق بعض الاحيان تيكون تشبه التفاح، يعني التناول الشكل ديال الصفرجل مع الشكل ديال التفاح تقريبا كيف كيف، المذاق ديالو ربما كاين هناك اختلاف، ولكن الا كانت التفاحه حامضه راه تقريبا بحال المذاق ديال الصفرجل، وبالتالي فهو تيتخلص الجسم من السموم الزائده، وماشي غير السموم حتى من الدهنيات الزائده. بالنسبه للمصابين بداء السكري، يعني التناول ديال الصفرجل خضر افضل بكثير من التناول ديال الصفرجل طايب، يعني يا اما يقطعوها في الشلاضه او نتناولوها كفاكهه قبل الوجبه، وخصوصا الا كان شخص معروض مثلا غنمشي لواحد الوليمه وعارف راسي غناكل مزيان وغناكل ربما دهنيات كثيره، فمن الافضل التناول ديال الصفرجله قبل ما ندخل هذيك الدهنيات، لان هذيك الصفرجله شنو تدير؟ غادي تمتص لنا الدهنيات، غادي تشدهم ملي غادي يدخلوا وتوقع عمليه الامتصاص، غادي تشدهم وغتخرجهم خارج الجسم ديال الانسان، الدهنيات خصوصا الدهنيات المشبعه وخصوصا الدهنيات اللي هي غير جيده واللي هي غير مفيده واللي احنا ما خصناش تدخل الجسم ديال الانسان. فالتناول ديال الصفرجل يعني كيف ما قلنا احنا الاغلبيه تيمشيو دائما للتناول ديالو اللي هو تيكون طايب، ولكن التناول ديال لان فيه واحد المواد اللي هي ليطانا اللي تنهضروا عليها، وهاد ليطانا تتلعب دور الوقايه بحال اللي كاينه في الشاي مثلا، داكشي على الشاي الناس اللي تيكونوا تيعانيو مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي ينصح بشرب الشاي، فهاد ليطانا تيعالجوا بعض المشاكل على مستوى خصوصا على مستوى الامعاء، وخصوصا بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم مشاكل على مستوى الامعاء، يعني تناول شرب الشاي او التناول ديال ديال ديال, ديال ديال الصفرجل تلعب هذا الدور هذا. بالاضافه لهذا ان هناك دراسه انجليزيه وامريكيه اللي بينات على ان تناول ديال الصفرجل تلعب دور الوقايه بشكل كبير من سرطانات القولون والامعاء. لماذا؟ لان المكونات الغذائيه اللي فيه تتلعب دور ديال الوقايه. فاحنا الان للاسف صبحنا تنشوفوا في المجتمع ديالنا للاسف يعني الله يشافي الجميع ان هذه الانواع السرطانات صبحت تتكثر بشكل كبير، يعني في المجتمع اللي احنا مجتمع النظام الغذائي ديالنا تلعب دور الوقايه من هذه الامراض، ومن بين الاسباب اللي تتخلي ظهور هذه الامراض وخصوصا هذه السرطانات وخصوصا سرطانات ديال الجهاز الهضمي بما فيهم المعده والامعاء والقولون الى اخره، هو عدم تناول بحال هذا النوع ديال الاغذيه اللي تلعب دور الوقايه، لان المشكل صبحنا تندخلوا اغذيه مسببه لهذه الامراض، ولكن بالموازاه مع هذا ما بقاش عندنا التوازن، يعني الاغذيه التي تقي من هذه الامراض ما بقيناش ندخلها للجسم ديالنا، وبالتالي ولا عندنا مشكل ولا عندنا خلل في التوازن داخل الجسم ديال الانسان. فالصفرجل ربما الناس حتى الناس اللي تياكلوه تيديروه مره ربما في الاسبوع ولا مره في اسبوعين مره في العام ولا مره في شي اراده السل فوق الطاجين. نعم، فهذه القضيه ديال التعسال يعني من الافضل اننا نتفاداوها، لان ربما نزيدوا معاه البرقوق الديدس خلينا سميره شوف نديروا واحد القضيه كولي على الطاجين ديال الصفرجل مع السل، ولكن قبل منه كولي صفرجله خضراء صافي، هذه مزيانه والله يسنديرها صافي، هذا حل مزيان هذا باش كيشوف على خاطره، وخلا كان يعني معسل بالعسل ماشي بالسكر، خاص يكون العسل طبيعي واضح. دابا راه هنا المشكل عاوتاني تيلا داك العسل انت هو منين جاي، ولكن هذه شوف هذه مساله مزيانه حتى باش ما نكونوش قاسيين بزاف، نديروا هذاك نعطيو الحلول كذلك ماشي نعم نعطيو حلول، يعني حتى اللي غادي نتناول هذاك الصفرجل مثلا كيف ما قلتي معسل ماشي مشكل الناس تيبغيو ولا اللي ما تيقدرش على المذاق الحامض ديالو، ولكن على الاقل ناخذ الصفرجله خضراء قبل ما نتناول هذاك الصفرجل، ولا غيكونبونس تكون هي الصفرجل معسله من بعد ماشي مشكل. اذا انا كنت غادي نعطي واحد الوصفه ديال المربى الصفرجل، نعم لكن فيها السكر، وانت قلتي بان يعني نجمع السكر مع الصفرجل، ولكن كيف ما كان الحال في ميزون حسن ما نشري واحد اخر مصايب في الزنقه، اكيد فهذا غادي تصوب فقط ب جوج ديال الصفرجلات تقريبا فيهم واحد 600 غرام بحال هكاك، غادي نديروا جوج اكواب ونصف ديال اللي غنحتاجهم ديال السكر. اول حاجه تنحيدوا ذوك الشعيرات اللي تيكونوا في الصفرجل، تنخليوه ملس، تنقطعوه نحيدو منه البذور ديالو، وتنسلقوه في ثلاثة الأكواب ديال الماء وشوية ديال الحامض، غادي يتسلق في طنجرة واحدة أخرى اللي غادي نعسلو فيها هذاك الصفرجل، تنديرو كاس ونص ديال كاس فقط، كاس واحد ديال السكر في الماء، وتنديرو واحد الكميسة ديال حبة الهيل أو لقع قلة،
تنخليوه تيطلق وتيتعسل مع هذاك حبه الهيل، عاد تنزيدوا عليها تنحيدوا هذيك الكميسه، السكر تيكون معسل هذيك الساعه وتيكون منسم بحبه الهيل او لقاع قله، تنزيدوا عليه السفرجل وتنزيدوا الكوب اللي بقى ناقصنا ديال السكر، تنخليوا هذاك الشيء يتعسل لمده ساعه ونصف وهالكونفيسور واجدة. الى طبعا بغيتوا تتبعوا النصيحه ديال سي نبيل عياشي انكم ما تمزجوش السكر مع السفرجل في وصفه بحال هذه، انا سنقترح عليكم انكم تعوضوا لا تارت او بوم، تعوضوا التفاح في التورته بالسفرجل. يكفي انكم تسلقوه لمده 30 دقيقه من قبل مع شويه ديال نسون اولا ديال الباديان وتحطوه فوق لا تارت بحال هكا تيجي هائل. اما بالنسبه للعصير فاكيد انكم يمكن لكم تعصروه مسلوق اولا خضر على حسب الناس اللي قال لك فيهم السكر خاصهم ياكلوا خضر، ونزيدوا عليه شي شويه ديال العسل طبيعي ونسمو كذلك فاش كنا سلقناه اما بلاباديان او لبعقع قله تيجي لذيذ جدا. شكرا لك استاذ نبيل العياشي على نصائح ديال اليوم. فكروا في السفرجل مستمعينا وتلاقوا معنا ان شاء الله ابتداء من يوم الاثنين المقبل باذن الله، وكل وتمعن جديد دائما على امواج راديو دوزام. جمعه مباركه والى اللقاء.